هنخاطب فيها الآباء، الشنبة بقى اللي موجودة بتسمعنا، وهنخاطب فيها الشباب. وأدعو الله سبحانه وتعالى أنا ما أنساش في آخر الحلقة أن أنا أخاطب فيها التربويين ومنظمات المجتمع المدني لها عليها دور. خلينا أحكي لكم المشكلة. بيتصل ويقول لي مشكلتي يا دكتورة أنا مش عارف أقولها أو لا هعرف أحكيها، أنا بس هبعت لك فيديو ولما تشوف الفيديو هي دي حالتي. لقيته بعت لي فيديو لأب ببهدل وبيضرب أولاده، والابن من الأبناء اللي يعني فيه أولاد بينضربوا، ابن بيصور الحادثة والأب هو بيضرب بقيت إخواته. فكلمته قلت له طب بص انزل بره البيت وكلمني علشان لو انت مش هتعرف تتكلم جوه البيت. قال لي مش هعرف احكي بتاع. طمنته طبعا، قلت له ما تخافش وانا معاك وهساعدك وبالراحه خالص وكلمني ايه الموضوع. لما اتكلم عرف عن نفسه انه طالب ثالثه جامعه، شايفين السن، وان ابوه سبب شقائه. خليني احكي لكم كده التكات اللي في المكالمه بسرعه. ابوه بيضربه بيهزقه، ويعني حاجه يعني مش بس الشتايم ده، بيصغره قدام اخواته وقدام العيلة، يصغر منه ويقلل منه ويتعمد انه هو يقول له كلمات نقد وسخرية. الشاب ده فكر في امور لا يصدقها عقل تجاه ابوه وتجاه نفسه على فكرة. وحقيقي طبعا مش هقدر اقول لكم، انا مش هقدر اقول الكلام ده في الحلقة، بس من شدتها انا سايبالكم بقى ايه عنان تفكيركم. انتوا هاتوا اقصى ما عندكم دين وحدود وفكروا زي ما تفكروا. احنا نتصرف ازاي لما نلاقي اب بيسخر من ابنه ويستهزئ بيه، والابن عنده الافكار السوداويه دي تجاه الاب والعيله وتجاه منظومه الاسره ذات نفسها كلها؟ اب بيتريق على كل تصرف لابنه، نعمل ايه مع اب يعني اقول مثلا مش ده هو قاهر نفسيه ابنه وجاهل بالمردود النفسي؟ على فكره اللي بيتصرفوا تصرفات دولت بيبقوا جهلة. إيه المردود النفسي والتربوي اللي عايد على تصرفاته؟ تعالوا النهاردة نتعلم مع بعض، تعالوا النهاردة نحكي ونعالج، بلاش نقعد ننظر كتير، تعالوا نعالج. وياريت كل أب وكل أم يسمعوني من فضلكم، وحاولوا تنفذوا الخطوات اللي أنا هوصيكم بيها النهاردة. خلينا الأول نتكلم ونقول امتى الاب يخسر الابن، امتى الاب يخسر عياله؟ في اسباب تعالوا نعرفها عشان نتجنبها، وما تعملش ست حاجات اللي بتتعمل بتخلي الاب يخسر علاقته مع اولاده. ايه هي الاسباب السته دي؟ بصوا عشان ايه عشان ما نعملهاش. لو عنده بخل، مش بخل مادي بيصرفش عليه، لا ده بخل مشاعر. لما يكون الاب ميسور الحال وبخيل على ابنه وما بيدولوش مصاريف، جامد يلا اشتغل عشان تبقى راجل، طب اديله احتياجاته الاول، اديله احتياجاته الحاجات الاساسيه. فاكرين لما قعدنا رسمنا مثلث مصلو كده عملنا المثلث ده، وقلنا القاعده الاحتياجات الفسيولوجيه دي مش مجابه لما يبقى اب مقصر فيها، ده مش صح. اقل حاجه يعني اللبس، الاكل، الشرب، لا ما انت مش راجل روح اشتغل عشان تجيب لقمتك، روح اشتغل عشان تجيب ثمن حلقتك، روح تمام حلو حلو ان انا كده، بس مش بالاسلوب ده. انا من دعاه الناس لو تفتكروا الحلقات كلها على اليوتيوب، ان انا من دعاه ان نزل ابنك ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي، نزله بس شوفه في المكان اللي نازل فيه بيئه امنه يتعلم فيها مهارات الحياه، ما حد مش بيشتم ولا مش عارفه بيلف، لا 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 مش نوديه يتعلم صنعه ولا مهاره وبعدين يبوس في الاخلاق. شوف المكان الامن اللي ابنك يوديه فيه. لكن انه يبقى لسه صغير ويبقى لسه او بيدرس او مطحون في دراسه ورا دراسه ورا دراسه وما فيش وقت الكلام ده، وده وقت ان انت فعلا ده الطبيعي انك تصرف عليه، انك تزله باللقمة. اقل ما يحتاجه الابن مش موجود. انا هقول لكم على حاجة بس مش القصة بتاعت صاحبنا ده بتاع النهاردة. انا شفت مرة وحضرت مرة ابن ماشي بكوتش مقطع في شتاء وطين، وعيل كان في ثالثة ثانوي يعني ماشي دروس من درس لدرس، ابوه مليونير. انا ما شفت المنظر وابوه ساكن في مكان مش عايز اقول لكم، مكان عالي جدا، اصله عنده اقل 10 عمار، اقل عماره مش عارفه بتدخل كام، والابن ماشي بالكوتش ده. انا قلت يمكن في حاجه، يمكن الواد مثلا كان بيلعب كوره. كل لما اشوفه مبهدل كده، متبهدل وبتاع، يقول لك بيحسب علينا الخياريه عشان الخيار غالي، تخيلوا. او بالعكس الابن يشوف ابوه بيصرف على نفسه ومنزه نفسه ومش عارفه ايه، امور مش الضروريه بقى الكماليه كمان،
والله وشفت كده اب جايب للبس لنفسه انواع واشكال اللبس وابنه لا. النتيجه ايه؟ ابن كاره، ما ده شيء طبيعي، ابن كاره. او الام عشان بحنيه قلبها فيبقى معتمد ماما هاتي فماما تجيب عشان بيصعبان عليها فيعتمد على الام. خلي بالكوا دي مردودها.